السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده من برنامج يا من الناس، راح نكون وياكم اليوم من سوق الميدان اللي موجود قرب المتنبي. راح نشوف الناس اللي موجوده، وايضا راح نصور لكم بعض الاشياء اللي تخص تاريخ العراق، سواء صور او انتيكات تخص العهد العثماني او العهد الملكي. فبالتالي من سوق الميدان راح نشوف الناس، نشوف هاي الاشياء الجميلة اللي تخص تاريخنا. خليكم يعني. يا حلو، منين الله جابك؟ شلونك حجينا الحلو؟ والله انا بخير. هاي فرصة اسنان؟ لا والله اذا شوف مالي شو اسوي، اصبغ بي بدك يا هاي فرصة اسنان لو شنو؟ منو؟ هاي فرصة مال اسنان؟ اي عجب جاي تمسح بيه. اهلا وسهلا، عليكم السلام. هلا هلا استاذ، زاده ولا لا؟ ما يهمه. لغ زادة هذا انت 100 سنه لغ ما تقدر دي، يعني انت مخلص الغاز؟ ايه لا الغاز كله الغاز 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 وال جايده يقنعني بالحكي. شلون يصير؟ قلت لك محتار. شلون الوضع؟ خير من الله. جايبك لك وتفضل على العشاء وتفضل على الغداء. شلون لا سدي سمعك ناصب موكب وانت مصطيه. ما هذا شنو هذا؟ انا جاي دالتي. لا والله بعدك ما تعرفني. لا من الصورة تحكي وياي زين. ما اعرفك. خل اعرفك حجي. لا ليش ما تفيدني انت؟ ما افيدك؟ اي ليش بكثرة؟ ما تفيد. شلون ما افيدك؟ هسه انت شنو اللي تحتاجه حتى افيدك لو ما افيدك؟ عمي لا شنو اللي تحتاجه؟ شنو اللي احتاجه؟ زين صار لك باي الشغلة؟ منو؟ هنا صار لي 10 ايام 8 ايام بالميدان. اي بالميدان. هذا ميدان؟ ميدان يسموه هذا يابا؟ ميدان يا حميدان. ايه زين تذن غراض جاي تشتريهن تستوردهن لو والله واحد الثاني اقونيه جاب قال بيع لي اياهن. بس انت حجي غالي البجامه ب 3000. انا قلت انا ما اريد ابيع حتى يبقى برقبتي يجي ياخذن. تعبان انت؟ تعبان؟ اي تعبان. ليش تعبان؟ هسه شو مال شبعان فلوس بجيبي فوق جوا. طبعا تاجر انت مبسوط وما تبيع. لا يا ما ابيع. ايش تستعرض بهن؟ ودعتك ما ابيع. دعتك نسينا ما نبدع. ما قاعد هنا منو هسه صح؟ ما قاعد لا تقنعني انت. لا تقنعني. لا بس اسعفك ما اريد اقنعك. هسه ما اريد اقنعك. انا اريد اعرف انا شتلات هنا غراض مخلي بين الورد قاعد اشتم شتله اشتم هذا شغله المتقاعدين ولا متقاعد. يعني ليش يعني دي اخروها هاي وحده؟ اثنين شو اخروها؟ هي الرواتب هاي وحده. هسه موافقات السياره منا والرواتب راح يوزعوها. زين شنو مشكلتك بالتقاعد؟ والله مشكلتي يعني ليش دي يقصون 5000 من راتبي؟ غير كي كار؟ اي النخيل. تعدك كي كار؟ لا النخيل. بالكي كار غير جاي تستلمها بالبطاقه؟ هاي عموله ياخذوها. عموله. اي احسن ما تروح وتتمشى وتاخذ. عفوا لا تاخذ كروه وتروح للدوام. نعم. وللداره وتستلم فلوسك. هسه هاي الخمس عادي يستلم. هاي بالعافيه خليها ياخذ. زين بس اثنين عندي ابني. ايه ابني ابني خادمك. لا العفو عند هذا شو اسمه تعويض من 2017. خواته اخذن حقن واخوه اخذ حقه بس هو ما اخذ حقه. تعويض ماليش؟ امه استشهدت هي ومرت اخوه. الله يرحمه. مرت اخوه استشهدت. اعطوهم مال تعويض. زين الخواته والاخو بس هو لا شافوه جنسيته شاب صغير يعني عمره بال 10 11 سنه. اي بعده ما بالغ. أي. لا مو ما بالغ. بالجنسيه تقريبا عمره 11 او 12 بس افهمني. زين اما هسه هذا حاليا هسه عمره 24. قالوا له لا تغير الجنسيه هاي هنا جاهل صغير. خذي غير الجنسيه صحيح. هي غيرها ورا 8 شهور غيرها. أيه. صارت معاملات صاعده ونزله محكمه استلمها. اقول لا استلم الجنسيه. اي صار استلمها صار حوالي بثلاث اشهر اربعه وجاي راجع. حسن راجع كل ساعه يجوز شهرين. أيه. ثلاث شهور فلوس ماكو على الموازنه. ثلاث شهور هذه
على الموازنه فلوس ماكو. ديش السنه هم قالوا له على الموازنه. هي سنه عن سنه على الموازنه، واحنا حياتنا على الموازنه متوفر. هي على هاي والله. بس هاي؟ اي والله. واسطه حد. بلكي توصل لي انا. هاي انت بعد صوتك جهودك وصل. والله يخلي لي. انت تمام قضيتك منتهيه بس يحتاج لها موازنه. فدوى لك. وش اسمه هلا هلا بالمتقاعدين والرعايه. هلا هلا بالمتقاعدين والرعايه. طيبين القناه الكادر المتقدم بالقناه. تفضل يا استاذ. يحفظ القناة والكادر العاملين فدوى العمر ان شاء الله فدوى العمر رحم الله والديكم تحياتي. هاي المتقاعدين دائما يشتكون دائما يشتكون. طيب ليش؟ السلام عليكم. عليكم السلام اخي العزيز. سؤال واحد بس. الجواب واحد. حلو الحكومة العراقية. بس افتر ليش وسل الحكومة العراقية ايش عندك ويا الحكومة العراقية؟ أول واحد أني. باوع لهم منها. أني أني. الحكومة جاية. أني ما عندي مشكلة. أني. أنت. لبسس سنة 1974. زين. مطوع. بالجيش العراقي قوات خاصة. بس هاي بطولات لو شنو؟ خلي احكي لك اياها انت بكيفك. حقا ما ماخذ. باوع. 1974 دور 32 قوات خاصة. المصرية. زين. ماشي؟ واضح. اخذت الثاني. طبعا اقصر. اخذت الثاني. زين. بقيت جار الى الحروب كلها. من الشمال شاركت بيهن كلهم؟ كلهم شاركت بيهن لحد الكويت. بالكويت انفقد ابني. لا اله الا الله. اي عسكر كان؟ لا مو عسكر صغير هو. ايه؟ المقصود بسمع لي بال 2000 حياتي ابن زيد فراس. ايه؟ انا سيد جميل الموسوي. والنعم. انفقد ابني هربت بال 2000. زين. وين رحت؟ والله 26 سنه. وين رحت؟ ادور عليه. اه. ايه؟ زين. والله 6 شهور لقيته بين العامة. عدل؟ عدل الحمد لله. ايش لقيت عدل؟ وتعالوا ما اعرف شنو حكم 15 سنة رفضا بشبابه. ليش؟ الملتحي ويصلي ما اعرف شنو يصير. لين يصلي؟ اي والله. بعد النظام الفائت. المقصود المقصود. هسه ايه؟ شرته من عندي اني 28 سنة اخذنا. ايه؟ يقول القرار 117. قرار 117. يقول؟ يعني انها خدمة. انه انت بالاثنين موجود. يا مان بس بالاثنين. طلعت هذا 6 شهور وصار القصده بشكل. هسه عود قبل كم يوم. زين. قبل كم يوم. اللجنه وزير الدفاع وفلان وفلان دزوها لوزير الدفاع. بشرى ساره والجيش العراق السابق. وانا على الجيش العراق السابق. هسه انت شو تريد بالضبط؟ اريد. اي. وزير الدفاع سابق ما عنده مشكله. محمد شاع السوداني. خلي باوع عنا. هاي جاي باوع لك محمد شاع. خلي باوع عنا. 28 سنة والعمر 66، ايش بقى عنده بعد؟ يعني يا لاخذ مكان. بس قلت له شو تريد؟ اريد تقاعد. تريد تقاعد؟ اي 28 سنة ما عندي تقاعد. ما اقول عبد الله. اه. لا هذا حق. هذا حق. اقول لك. ايه. قل لي. والله حق. ادور على الدرب وبدي ماشي وياك. الله. اي سولف لي. سولف لي. حجران الدق الحجران والحج. ادور على الدرب وبدي ماشي وياك. ايه. هل بس كلمة منك طايحة اسمعها. الله باوع. الله صاح القلب. أحا أحا. قلت له وجه حسين. يا يا واحد بس باوع وياك والله صاح القلب. أحا قلت له وجه حسين. يا لجواساك منطقك البين. هل تريد حكاية واقعة بالقاع؟ حجينا أحبك. عجينا وينك؟ صحيح الفقر ضكن ولاشني الجوع. ايه. بس ما صرت فد يوم لوقي. زين. اني طبع نخله. الله. الجرامع ثوقي بحجار. اجود باحز ما تملك عثوقي. ايه. وانا جبت العمر. وانا كل البلابر تمر مبيوع. ايه. بس على الغربال بس. حرم فوقي. الله يرحمه. صعد سوق رخيص صار استاذ. وانا استاذ جد ونزا سوقي. الله يرحمه فاضل عبد السادة. هاي القصيده لفاضل عبد السادة. طبعا. اي عبالي لك. وانا انا اعتز بيه. الله يرحمه. ايش تعتز بيه؟ الف وبي. الف الف رحمه على اي حتى بخبره. ايه. الله يرحمه. ايه. اذا ما لاتي اذا ما تريد حج ب 100 ابن سنه 107 بالطابيه. تحج ابنك مفقود ابنك استشهد. لا اثنين عندي. آه الله يخليك. الله يرحمه. فقلت له يسركت النوم من عيني تعال. هاي مالتي ما عليه بسادة وغيره. يسركت النوم من عيني تعال وخلي اسولف لك علي ايش ما جرى. كنت اصيح آه من جرحك دخيل
تمر مرض بتفاك روحي مو جرى. ولك والله لا تذب غيابك العزيز. قلت والله اروح مقصر. روح تونس ابعد ما تعرف حزن. بس جمعة حزنك وحزن سوى. ومن ذكرك كل ولد روح وتروح. وبغيابك ما نفع بيها طبيب وولاد. الله يرحمه حجي. واشكركم. طيبين. الله يسلمك حجي. انت طيب. جميل. طبعا هنا الناس الحلوين اللي موجودين رغم انه كبار بالسن بس ما اقول كبير خاف تزعل انت بعد رغم انه والعام تزوجت وصعد ولد ما شاء الله بعدك شباب رغم انه يعني اعمارهم حلوه لطيفه روحهم تخبل تجنن يعني ناس رغم معاناتها رغم ماساتها رغم ممكن اكو مظلوميه بحياتهم لكن الحياه سعيده الله الحياه سعيده والله سعيده الحياه احكي لك بعد لا عد ارجوك احكي لك بعد غزل احكي لي غزل غزل ذكرياتهم ذكرياتهم عورت افق خيالي احبك وانا احبك واستحي منك تستحي مني تقول لي احبك قدام ما تستحي ولندن وجفيت ولا اعرق وجهك الله استحي عرفت البلهن الساكن ولندن ولك ما انا خيك ضايع العربيه الله يلا باي انت هسه بلندن حجي يلا نتمنى لك حياه سعيده حبيبي حجي حس روحه بلندن رغم انه احنا لا قاعدين والله بالميدان لا بخالف حجي انت روحك حلوه سوالفك حلوه شعرك حلو وبالتالي التنوع هذا اللي جاي تحمله اللي بداخلك من كلام من معاناه من هواي اشياء لطيفه بيك فانت لطيف تعال تأخرت ايش بيك؟ اتمنى لك يوم لطيف تعال قف تعال تأخرت تعال 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 تأخرت ايش بيك؟ ايه مو قلت لي ما اعوفك؟ والله ما اعوفك تعال تأخرت ولك ضبنا بضيج جاوبنا بكلامك وين هشوفه يا عمري ولك تعال وصوت عشرك صار والواد تدق طبوط تعال خلافك انذليت يا يابا وتاي واحد ومعزول يا يابا ولك تعال الشعر هذا صار يا يابا وتاي الخيط والعصفور شكرا يا يابا تاي الخيط والعصفور متواصلين وياكم من ساعة الميدان خليكم اصبر واقول الله وياي مو مشكلة شلونك ابو احمد اهلا وسهلا انت مشكلتك ويا وزارة الكهرباء نعم وزارة الكهرباء وعندها مشاكل اكيد لاكو كهرباء لاكو رواتب صحيح شنو دورها بالحياه؟ هي اصلا هي لب المشكله الكهرباء صح لو مو صح الساده المسؤولين الله يحفظهم شو يقولون دائما من يطلعون؟ يقولون وحده من المشاكل انه المواطن 90% من المواطنين ما يسددون يسددون الجبايه؟ الجبايه هسه الكهرباء وين؟ لا هسه ما يخالف هسه انا اتفقنا هيك ما يخالف زين احنا منطقتنا الكرخ اللي هي حي جهاد عندنا بحدود ال 3000 عائله دفعت ديون انا من ضمنهم زين دفعت ديون مستحقه علينا انا دفعت 680 الف دينار مالك كم شهر؟ ما ادري 10 اشهر مالك قد هم حاسبينه معك سنه ما تدفع بس عادي دفعت رحت دفعنا وين؟ بالملحانيه بمقر الجبايه تمام يا اوكي انطونا وصولات انطونا وصولات ورا شهرين اجانا المبلغ نفسه 500 580 ليش؟ ما اعرف ما منزلها؟ هسه هاي والله قلت لهم انتظروا بعض خلينا نشوف شنو وراها بشهرين ال 680 زائدا الشهرين اللي الجديده زين وين راحن؟ هسه انا طيب وين راحن؟ ما اعرف كهرباء؟ رحنا للجبايه بمركز الجبايه انا رحت بنفسي قلت لهم عمي انا ترى هم رجال موظف واعرف بالحسابات وعندك خبرة يعني ما يعبر طلعت التقاعد وما شاء الله التقاعد هواي عفني هيجي خلانا نشتغل بالشارع فقلت لهم ليش هذا؟ راحوا دوروا شو اسمه قالوا لا حجي انت دافع قلت لهم طيب دافع ليش ما منزليني المبلغ؟ هسه شو ما شاء الله هسه ماكو يدوي كلها حاسوب كلها حاسوب يعني افترض انه يطلع بشهر مو قلت لهم ثلاث اشهر ويجينا مبلغ فوق المبلغ مالي قال حجي روح وشغلتك منتهية ووراها بشهرين تقام صفر ورا شهرين صار صار سنة أربع مرات أروح يتكرر علي مبلغ غير المبلغ اللي أنا دافع هسه توصلت مليونين؟ لا هسه ما علي هسه أنا هسه أقول لك أربع مرات رحت لهم ونفس الكليشة زين قلت لهم خلينا أروح للوزارة قالوا لا حجي ليش تروح للوزارة؟ إحنا منا أنا ونحسمها
زين انت منا واحد شوي الوزارة بدل ما لا انا طبعا اكيد انا ليش شو اسمه انا اشوف اناشد منه بعد يعني هذا الرجل اللي اجى جديد يقول احنا فساد وراح نقضي على الفساد وما اعرف ايش انا اقول له وزير الكهرباء اول اقول له والمدير اقول له عمي اكو عوائل اكو عوائل احنا هناك عندنا منطقه الكهرباء بحي جهاد دفعت رسوم بحدود ال 2000 بيت 2000 عائله اكثر من 2000 عائله زين واحنا دفعنا زين ليش بيصفرون علينا باقينها طلعوا مظاهره هو انا هيك فكرت طلعوا مظاهره انا قلت اذا ما انا قلت اذا هذا صوتي بيوصل للوزير او شوف منه مسؤول هذا الرجل يقول لهم أنا أولويات الحكومة مالتي الفساد وسماها جائحة مو ظاهر يعني الحكومة جاي تعمل على هذا الموضوع وتحديات أنه محاربة الفساد بالفترة المقبلة لكن بنفس الوقت احنا نقول أنه هاي الناس دفعت حق دفعت فلوس انطت الجباية اللي مطلوبين من طالبين بها للدولة فبالتالي صار سنة أو أكثر 4 مرات جاي يروح أبو أحمد هو والناس اللي موجودين بمنطقة حي الجهاد لكن بدون فائدة ونفس المبلغ إذا ما ضاعف ضاعف حتى لما قلت لهم عمي أنا ما أعرف هسه أنا الديون السابقة من الديون الحالية إجاني واحد قال لي حجي هسه راح أفصل لك إياها قلت له شلون تفصله قال راح أطلع لك الديون الحالية هسه وأصفر لك إياها أنطيته 120,000 دينار باوع هاي غير 680 هاي 120 شنو؟ هاي الفترة اللي صفرتها بالبداية وما صفروا لي إياها إلى حد هذا التاريخ زين أعطيتها 120 زين وقال لي راح تجيك مصفر القائمة بعد خلاص حتى 680 ما لك علاقة بي جت القائمة الجديدة البيعها 680 والمبلغ 120 ماخذه ماخذ فأنا ما أعرف يعني أنا هسه أنا أناشد وزير الكهرباء يقولون هذا انسان يشتغل وما اعرف ايش ناشد كل الناس اللي معنيين الناس المسؤولين اللي موجودين بمنطقه حي الجهاد لا سيما الدوائر المعنيه بوزاره اللي تخص وزاره الكهرباء باعتبار انه الناس دفعت فلوس واكو وصولات واكو حق بالتالي اثبت هذا الموضوع لكن لغايه الان انتم ما مصفريها فالف علامه استفهام موجوده رغم انه وزاره الكهرباء اللي معروف عليها ممكن اكثر وزاره بها موظفين ما شاء الله يعني وصلوا مرحله صارعتهم فاض بالموظفين لكن تصفير ما صفرتوهن هاي الاشياء البسيطه المعاملات البسيطه ما جاي تنجزوها لغايه الان وصار سنه واكثر ايش وقت بعد ثاني شو منتظرين انت حجي ابو احمد اصبر واقول الله انا راح انتظر بالناشر اذا ماكو اطلع مظاهرة وكلهم اللي موجودين نطلع بباب الوزاره سبع وخابرنا وانا جيت ان شاء الله صورت احمد الله والديك شكرا جزيلا شكرا مشاهدي الكرام تواصلنا وياكم خليكم معنا مشاهدي الكرام احنا وياكم الان من خان المدلل للتحافيات اللي موجوده هنا بعض القطع الاثريه اللي موجوده سواء انه محليه او مستورده عالميه فخلنا نتعرف عليها ايضا من خلال الحج ابو محمد خاف تزعل يقول حجي يا هلا مرحبا يا العج اهلا وسهلا مرحبا غاتي اهلا هاي الاشياء الحلوه يعني شلون تعرفنا عليها مثلا نبدا بذني نبدا بالتحافيات والله التحافيات العراقيه هاي شيء ماشي يعني هسه بالسوق شنو عندك العراق الاغلبيات هاي الدله هذا القمقم السماورات المباخر هاي البرمزات الكتليات القواري هاي كلها ابو محمد هاي لاله؟ اي هاي لاله هاي لاله تيبل لام كهربائي تيبل لام؟ اي تيبل لام يعني مو هاي ام الفتيل؟ لا لا مو هاي ام الفتيل يعني هاي مستورد تختلف لا اي تختلف طبعا ما احنا مالتنا اللاله موجوده هاي الزجاجيه البيضة والفتيله بيها هاي مالتنا والفانوس هم اكو عندنا هم انتاج مالنا مو صيني والخزانات والصواني هذا الشغل العراقي القديم بس العراقي المفضل ولا وقاطع كان شوي الفتيله يمكن الناس ما تعرف انه نعم جوز الجيل الحالي ما يعرف انه نعم. الفتيله قبل كانت مثل الناس تشكل باللاله او بالصوبه موجوده هي فتيله الصوبه واللاله والطباخ تشعل النار بها نعم تنقع بالنفط وتاخذ من تتشرب تشعلها كان حتى بالفانوس تتوقع مصورنا لحد الان ما عرف الفتيله نعم فاحنا راح نسولف للناس نعم 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 نعم
نعم. زين عمو، هاي القطع اللي حاليا موجوده بالمحل جاي شلون تستوردوها؟ والله احنا من لا 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 اكو عالم ناس تجيبها وتبيعها ونشتري بينها وياها مو يجيبون. اذا شغلات هوايه نروح ويا للبيت نشتريهن، واذا قليلات ويجيبن ويجيبن. هاي هاي مثل الدله زين. مثل هاي ذني نوع من الشغلات الوسط. زين القيمه مالتها الشرائيه ممكن على عمرها نعم 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 لو صح. على قيمتها مثلا صح حاجتها صح على عمرها على عمر العمر مالها القديم يعني اكو اكو دله عثمانيه من عثمانيه اي اي موجوده عندك؟ لا والله ما موجوده. آه. عندي اقول لك يعني على الدلات فيش والله وصلت هاي اقل شيء فد خمس ورقات خمس ورقات اي اكو دله شغل عراقي هم قديم زين. ثلاث ورقات وبورقتين اكو دله ب 15000 دينار. اه هذا الصيني والهندي زين. المستورد بس انا اقول لك يجي بعد العراقي الشاميات السوري الشاميات السوري اغلى اغلى شيء يعني الشاميات؟ لا لا اغلى شيء العراقي العراقي اي بعدين يجي وراه الشامي. ليش العراقي؟ العراقي مفضل الطرق حتى على مستوى العالم؟ اي اي مفضل الطرق ماله الشغل والمصري المصري لا المصري يعني يجي من من بعد الشامي بعدين الدرجه الثالثه والرابعه الهندي. اذا هسه الدرجه الاولى العراق العراقي العراقي اول مكان مفضل الشام, الشام مصر مصر والهند, والهند. آه. يعني حاجة. اوروبا ما بيها شيء لا اوروبا ما تجي بس تسوي دله اوروبا ما تسوي لا ما احكي على الدله نعم. على الدلال ايه. يعني على القطع اللي انا احكي لك هي عامه يعني ايه. ايه. بس بالنسبه يعني المختصاص العراق بالدله الصينيه اللقن والابريك البكمه المسخنه اللي يسموها كانوا يشربون يصنعون عليها مي يحملون عليها النسوان قبل جبن من الشاط اي هذه الى هذه الشغلات السماور القمقم هذا هذا ما حد يدقه بس بالعراق قبل كان يسموه القمقم هذا هذا ترشوه قهوه ويسقي للكل اللي هو المضيف من نابال معظم يشبعه ياخذون منه من الدلات ويوزعون ياخذون منه لان هذا مستمر على النار باقي فور اي فور هاي انتم هسه شغلتكم هاي يعني ايه. اكو ناس للرغابه نقدر نقول نعم نعم مو استهلاكية نعم نعم صح لا مو صح اي نعم اكو ناس تهوى هاي الاشياء لا هي 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 هاي مو استهلاكية لا وانما يعني هاي الظل يعني الظل تحفية الظل عنتيكة بعدين من ورا التحفية تصير عنتيكة عمرها 60 سنة 70 سنة هاي بعد تتراوح تحفية من تعبر ال 100 تصير عنتيكة هذه اي فما هي لا لا تتضرر ولا اذا وقعت تنطعج ولا هسه اغلى قطعه عندك بالمحل بيش توصل والله عندي صينيه ب 10000 دولار شنو هاي الصينيه؟ هاي الصينيه ذيك هاي هاي موجوده شنو؟ هي شنو مميزاتها؟ نحاس نحاس والمربع عرض متر وربع والطول متر وربع مالها هذا القمقم 700 دولار اي هاي المباخر هاي هاي برمز هاي الخمسينات الستينات هاي شوله شغل هاي زمان اليهود السيرات ابو احمد سؤال ابو محمد ابو محمد نعم وزاره الثقافه يعني بما انه هي المعنيه بهاي القطع التراثيه نعم اكو متاحفها من زرتوها قطع عراقيه موجوده قديمه؟ اكو مقتنات عندهم بس ماكو يعني شيء قليل مو ذيك لان ما عندهم فد يعني نقول يردون يحتفظون به الشغلات يقول لك اكو متحف المتحف هذا هو اللي يختنيها مو احنا موجودات المتاحف اي اي كل اواني المتاحف المواعين قبل هذا كلها بالمتاحف شكرا جزيلا اغاتي يا هلا مرحبا نعم مشاهد الكرام بالتالي احنا اليوم نفرح حقيقه من نشوف هذا التراث العراقي اللي موجود القديم باعتبار انه من زمن العثمانيين ولغايه الان بعض القطع النادره اللي معظمها بعد حربنا مع الامريكان ب 2003 اغلبها تصدرت الى دول الخارج لكن ايضا بنفس الوقت نفرح انه نشوف اكو قطع لها قيمه لحد الان معنويه قيمه تاريخيه تنطي انطباع واضح على ثقافه العراقيين بالوقت السابق متواصلين معكم
السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله. شلونك؟ حياك وكل مبارك. الله يبارك. طبعا الغريب بالموضوع انه كل الصور اللي هنا موجوده نعم. تراثيه وحلوه وفول كواليتي مثل ما تقول. نعم نعم. وشوي احكي لنا عن هاي المهنه، شلون تجمع هاي الصور؟ هذه اولا ليس بمهنه، ما هي هواية. نعم هواية، جمع الصور وخزنها من زمان يعني، فصارت فرصه انه يعني فتحت محل وبعدين عزلت لان يعني كان بزمن النظام السابق. زين تمشي بعض الامور يعني ممنوعة تاريخيه يعني ليش تساءل القوانين. زين فصارت فرصه انه صار سقوط، قلت بعد هاي جت وياها اي فتحت هالمحل. زين بالاساس ارشيف كنت؟ طبعا وما زلت؟ نعم. زين قلت لك انا احفظ من زمان وجاي اشوفك اكو تنوع بالموضوع، اكو رياضه، اكو كل سياسه، رياضه سياسه، اكو فن بالموضوع. هذه الصور تاريخيه وارشيف تاريخ العراق كله، ولو العراق ما يتارشف بمحل ومعلن لان العراق حضاره قديمه وهذا، لكن هنا عندي صور مثلا من العهد الملكي، اكو قسم العثماني بزمن الجمهوريات المختلفه. زين. وعندي صور لساحات وش يعني شواهد مناطق و يعني كل صوره تقدر تشرح عليها مثلا؟ طبعا كل صوره اعرف تاريخها شلون صارت وهاي يعني العراق، وهذا احنا في بدايه شارع الرشيد طبعا. نعم. هذا بدايه سوق هرج. نعم. الميدان. نعم. شارع الرشيد، وهذا شارع الرشيد اللي انطلقت منه كل المظاهرات والتجمعات الثقافيه العلميه سياسية أدت إلى يعني تغيير حكومات وهذا متعاقبة، فهاي الأحداث كلها موثقة بصور يعني تعرف الصورة تختزل ألف كلمة يعني بها هواية معاني، فتاريخ العراق من قدم إلى هسه كلها، لكن هاي الصور شلون شوف يمكن هاي ربع الموجود لأنه مكان ما يتسع. أنا أسأل سؤال. نعم. هاي الصور وفق الحداثة اللي موجودة بلي انترنت نعم نعم حاسبات ايه. محتفظ به بنسخ مثلا هاردات؟ طبعا هاردات عندي، وعندي حتى الجام يعني اكو بعض الصور القديمه كانوا يستخدمون تعبير الجامه. نعم. اللي هو مثل شلون نقول افلام فيلميه يعني عباره عن شريط وكسينمائي اي خامات هواي عندي تاريخ، قلت لك هاي تاريخ العراق وشخصيه. فيديوهات عنده؟ فيديوهات ما استعملها لان فيديوهات ما تس شلون يعني فيديوهات يراد لها عرض شلون تعرض هاي المعدات ما عندك؟ لا 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 بس صور انا يعني عندي الصور يعني الفيديوهات رامها لي شخصيا. هم اعتمدوك كمصدر؟ والله هواي اجت وزاره الثقافه جو وزاره الثقافه جاء هنا وكيل الوزير وهم شكينا له الموضوع انه المكان صغير وما يتسع كذا، فمن اسجل هذا قبض ماكو ما حد يجي واحد يتابع قبض ماكو، بس تقييمتك السمعنويه اي المفروض لا يعني المفروض على الاقل انا دا ارشف تاريخ العراق واحنا يجون سياحه جانب سياح عرب يجون كذا سام دوره الخليج صارت ايش قد يجوا يفوت عربيه يعني 79 هسه قبل بصره 25 اي هواي جو يعني عجبوا اكو شي مكان وهيك يحتفظ وهذا يمكن اكاد اكل يمكن اكون الوحيد اني بهالمنطقه بهالمربع اي يعني هاي بهالزخم وهذا. زين احنا هسه خلينا نشرح على فد صوره مأثرة بيك لفت واثر لفت حادثة تسأل ابو صور مأثرة بيك كل الصور مأثرة بيك زين لا مثلا صورة لها فت حادثة مهمة مثلا وهي مو قلت لك هذا شارع الرشيد بي الاحداث كلها تمت بشارع الرشيد فاكثر صور عندي باب الشرجي شارع الرشيد مناطق هذا عبد الغني الرصافي نعم هاي عبد الغني هذا عبد الغني الرصافي ده يستقبل فيلسوف الهند طاغور الشاعر والفيلسوف والأديب الكبير سنة 32 من إجل بغداد هاي هنا بغداد أنت كاتب ليست للبيع نعم زين هاي شخصية مثلا يعني مال المحل ما أريد أبيعها فيجون يصوروها عادي خليه يصوروه فأكو صور ما تتكرر يعني ما هسا نسخة ثانية ما بيها لا ما عندي بس تقدر تسوي أقدر أني لكن ما تجي بهلا يعني تضعف تصير صورة زين الزعيم عبد الكريم الزعيم هم عندي صورة هواية كل الملوك هاي شوف لا تاخذون لا شوف في الكلوز قريبه كل من بدايه هسه دور رؤساء العراق نعم اللي مروا على العراق اي اي تسلسلهم بسبب منذ تاسيس الدوله العراقيه العراق الحديث نعم عندي رؤساء العراق بالملك فيصل الاول نعم. ثم الملك غازي نعم وابنه فيصل الثاني والزعيم والرئيس بعد الانقلاب اللي صار نعم عبد السلام وراه بعدين عبد الرحمن بعدين البكر وبعدين
وين البكر هذا؟ باشا نور سعيد. اي فعندي عندي اشياء عن المقام، عندي رؤساء الوزراء العراق من تاسيس دوله العراق. يمكن ذاك الوصي عبد الاله؟ وصي هو والفيصل. اي هاي الصوره للملك فيصل الاول. نعم. هي قبل كان بلاك وايت، اسود وابيض. اي عادي. تلونت بالجديد؟ نعم. واكو شيء ثاني انه مو كل الناس تسأل حضرتك وكل الناس تحكم هاي الصور ماكو قبل ملون، لا كانوا يصورون ارشيفيين اجانب انجليزي فرنسي المان، فعندهم من ذاك الوقت صور ملونه. ملونه؟ اي نعم محفوظه بالارشيف، فاحنا نستغربها نقول هاي شلون اكو صوره، لا الالوان موجوده من زمان، اقرا تاريخ الالوان من يا سنه؟ يعني من 1890 1890؟ اي بداية الصور اكفى ما اكفى، بعدين مصورين دخلوا العراق تعب يعني مسيحيين كلهم الارمن. نعم. ارمن اقتصاص كلها تصوير، فاكو صور ملونه، يعني عندي صور ملونه من قحه هي والله كلها انجليز. اي انجليز يعني كانت صور الكاميرات البريطانيه زومها القوي يعني يصورون. اي نعم هي انا اسوي فيديوهات قديمه مال الخمسينات عندهم ملونه. ها جسر الشهداء؟ اي نعم هاي نهاية وين التقاعد جسر الشهداء. هذه صورة أوضح جسر الشهداء من البداية، يعني هاي منطقة العلوي شوفها كأنه لندن. هاي الصورة الأولى؟ فعلا هذه السكك دار السكك المحطة العالمية، وبعد جسر كان ما موجود هنا. ماكو جسر يعني اوها بالتاريخ. كانت بغداد حلوة. ايه تفضل شوف هاي صح؟ يصور هاي علي تعال تفضل انا صور لنا الباب الشرقي. شوف بال 1900 بعدين يقدم ما شاء الله حافظ القاضي. تعرف احنا ماضينا احلى والله اكثر الناس دوها الكاتب نحن لا نعود الى الماضي لجماله بل لبشاعه الحاضر. الله الله هاي كاتبها طبعا هو من عندي هاي بس انا طلعها يعني. شوف 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 يعني ايش كاتب هنا أنا الاستاذ نحن لا نعود الى الماضي لجماله بل لبشاعة الحاضر. فعلا حاضرنا بشع، يعني ما انه عندنا ناس زينه اكو اشياء زينه لكن ماضينا احلى. نعم مو كله جميل. نعم ابي سلبيات وناس جوعانه وتعبانه وهذا، لكن بالقياس الى هذا اليوم كنا عايشين امان وراحه. هاي الصوره سلام الله عليك يا علي بن ابي طالب، هاي عظيمه هاي الصوره. احنا هذا تاريخ العراق شوف، وبعد ما اخفيه كان اعظم لان المكان ما يتسع. فعلا انت يحتاج لك مول مو والله كبير حتى وزير ابن نائب الوزير وانجل هنا وحمايته وهو قال لك مول مول مو معرف وما اعرف شلون والروحه روحه ما سمعت. اولا انا سعيد حياك يا سعد الله يبارك فيك انهي اللقاء وياك سعيد حياك. لان عندنا هيك شخص الحمد لله كان هاي الاشياء هاي الاشياء الثمينه وللعلم يعني بي بي سي سوت لقاء وياي والاناضول التركيه طبعاً واللبنانيه فاشرح لهم هذا اللي انا عارفه وهاي الصور هي تتكلم يمكن اكثر يعني. انت بالنسبه لهم كنز الحمد لله الحمد لله شيء في صور ما شاء الله ما موجوده حتى لا تنقرض تبقى مستمر بها بس يعني. احنا عمو انا اعاني من مشكله من الارشيفين واتمنى انه ما تكون وهي يعني اكو بعض الارشيفين عذرا نعم. عذرا لهذا نعم 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 عندهم عقد نفسيه ما ينطي ما يزود زين انت هذا تاريخ العراق انا هسه اراوي لك الصحف الصحف واليوتيوب والتلفزيون قنوات ايش قد عديده يعني عارض دائما يعرضون وتابع يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ف هو تاريخ يعني انت ليش احتفظ بي انا وهذا يعني هو شغلتي انشره يعني ليش انا احتفظ شنو الانانيه مو 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 تخصك انت بقدر ما تخصك عافيه شنو هالانانيه اكو ناس يعني عده صور قيامه ما يطلعها ولا يراوي احد بين هذا باكر عقبته تنتهي من وراك من يقدر من يعرف وصارت هنا هوايه الله يرحمه ناطق هاشم اي اي وايه صور عندي مال الرياضه شو شوف كل هلا بيكم كل هلا وبالتالي احنا يعني والله العظيم هيك اشياء ثمينه احنا اليوم سبحان الله يمكن هاي المحل الثاني اللي جاي ادخله القى اشياء تخص تراثنا القديم مثل هيك صور مثل هيك ارشيف حقيقه كنز يعتبر. احنا بزمن الميديا وبزمن السرعه بدينا نتناسى هواي اشياء بدينا نتناسى هواي صور بدينا نتناسى تاريخنا باعتبار انه الموضوع الان بدا ياخذ مساحه واسعة مهما كان المحتوى إذا هابط أو غير هابط لكن عندنا أشياء جميلة جدا بتاريخنا من صور من حضارة من مثلا يعني
بغداد سابقا والان ناسنا وضعنا ثقافتنا. يعني هسه هاي الصوره مال باب الشرق بسنه 1969، يعني اتمنى من علي صورها تشوفوها. لندن فعلا، لندن هاي ب 69 واحنا هيك، بينما حاليا من تروح تشوف الوضع فوضى وازدحام وامور يعني ما صوره ما تطاق. لكن بالتالي احنا سعداء التقينا بالاستاذ، وايضا تحيه لكل شخص ارشيفي مهتم بهيك قطع، بهيك صور، بهيك اشياء ثمينه تخص تاريخنا وماضينا. متواصلين وياكم، خليكم. السلام عليكم. ولا ازيك يا عم؟ السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم؟ ازيك يا فندم؟ ازيك يا فندم؟ كيف الحال؟ والله شلون الحمد لله شكرا. داخل اوكي بالعراق بالبدايه. انا اللي لفت انتباهي او شدني الصراحه انه شفتك اليوم مصور وشنطتك وياك، وفي ظل هاي الحداثه السيلفيات والتليفونات، يعني مصور متجول؟ متجول نعم، صار لي تقريبا 23 سنه. باي المهمه اي، بس احنا شنو، هو صحيح اكو حداثه بالموضوع وفايلات وشغلات هاي متطوره، لكن احنا عندنا صفه بالتصوير هسه حاليا هو الجهاز هذا الفوري. الجهاز الفوري؟ اي هذا الجهاز الفوري. نعم نعم، هذا الجهاز الفوري يعني هو ما يرغبونه كل الزبائن، بس اكثر العوائل. زين الصوره بها حجم تطلع 4x6. 4x6 يعني اكثر شيء هم العوائل يرغبون هذه الصوره الفوريه. زين، لان الشباب يريدون التحويل، انا عندي تحويل احول من الموبايل من الكاميرا للموبايل عادي. إيه هذا القياس؟ اي 4x6. زين 4x6. 23 سنه. 23 سنه بدايتك بيا كاميرا اشتغلت؟ والله بديت بالفيلا. هاي مون فلاش؟ بالفيلا بديت، وبعدين يوشيكا، ورا اليوشيكا اخذت البنتكس، ورا البنتكس اخذت كانون، ورا كانون النيكون. زين، وش يجي هناك الشركات تتحدث من كاميرات احنا نجيبها. زين، يعني على حدا على تطور طبيعه شغلك في الوقت الحالي. نعم. يعني ايش قد جاي يعني قد الوقت جاي؟ والله قبل كنت راجلا، بس قبل بالبدايه كنت شوي اضغط على نفسي اكثر من اللازم. لان بدايه المهنه اي واحد يبدا بدايه مهنه يعني شلون يندفع اندفاع قوي. صح. لكن بمرور السنين شوية تعرف الحالة الصحية، وهذا يحس بها الإنسان يتعب. فهسه عندي مكانات محددة يعني. هسه وين ما أكثر شيء؟ المتنبي، البيروتي، شارع الرشيد، أبو ناس، الكرادة. زبائن عندي، معامل عندي، عندي معامل يعرفون، يعني يجون من كل مكان، يجون حتى من دول أوروبا، يعني يجون من يجون إجازة هنا يجون يصورون عندي. ولد يعني عراقيين. متعودين. إيه متعودين، يقول صورك يعني راحت لكل دول العالم. يعني هم هناك بالدول يقول وصلت. محمد موسى. محمد موسى. محمد موسى ساعد. الصورة حاليا شلون اللي يعني شلون يعني بالنسبة ليش اسعارها؟ اسعارها هسه انا اخذ الصورة 3x5 مثلا. 3؟ اي 2x5. اي لان شوية صعدوا من صعد الدولار صعدوا. لان هذا الجهاز بحبر وهاي الاشياء هو ليزر، يعني يجي الافلام ويا الورق باكيت، يجي تقريبا سعره يطلع 30,000. كم من صوره؟ 108. 108. ايه. فهو شنو يعني ليزر مو حقن. يعني هو من يخلص الكاسيت ويا الورق. ويا الورق تخلص الورق يخلص الكاسيت مالته، اثنين كاسيتين خلصن ويا الورق مالته، نجدد احنا نجيب غير افلام. الحياه هم صورتها الشوارع، شوارع على والله انا يعني بالبدايه عندي هذا الشغله بالبدايه كنت اصور المناطق التراثيه، المكان التراثي، المحلات، الناس اللي قاعده بطبيعتها يعني بدون شعور، ما يشعر ويحس انه اكو مصور، امشي تصورها يعني. هاي مصور هاي الشيء مصور. اي مصور هذا الشيء يعني. انا اتمنى لك التوفيق استاذ. اشكرك استاذنا، اشكرك يا رب مزيد من التالق. الله يحفظك، رحم الله والديك، والله يوفقكم قناتكم الموقره قناه الايام معروفه يعني على نطاق العراق والدول. الله يسلمك، ان شاء الله رحم الله والديك. اشكرك، الله يحفظك، الله يسلمك. بالتالي انه اليوم بعض المهن حلو ما زالت الناس تمارسها، انه سبق وان كانت انه بالازقه مصورين يفترون وياخذون صور فوريه، لكن سرعان ما دخل التليفون ودخلت الحداثه مال الكاميرات بدات نوعا ما تنقرض هاي المهنه، مهنه التصوير. وايضا الموضوع اليوم مو فقط المصور المتجول، بقدر ما ايضا الضرر او المعاناه اللي جاي يعيشوها مصوري الجامعات ومصوري المدارس.
يحمل تليفون بإمكانه ياخذ صورة سيلفي أو ما شابه ذلك. تماما تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.